العقوبة تاع الشيخ الزاني، العقوبة تاع الملك الكذاب، العقوبة تاع الفقير المحتال كما جاء في النص أشد من عقوبة غيرهم لسهولة الصبر على هذه المحرمات. خاطش الشيخ سهل ما يصبر على الفاحشة، والملك سهل به ما يكذبش، وكذلك الفقير سهل به ما يحتاجش، ورغم ذلك هم يفعلون هذا. الملك الذي يكذب، والشيخ الذي يزني، والفقير الذي يحتال، هذا أشد عقوبة عند ربي من غيرهم. وقس على ذلك ممن سهل عليه الداعي ورغم ذلك يتمرد على الله سبحانه عز وجل. على العلماء قالوا من أصعب أنواع الصبر، من أصعب أنواع الصبر صبر اللسان وصبر الفرج، من أصعب أنواع الصبر. هذا صعب صحيح، يعني كثرة لي يدخلوا للنار بسبب اللسان وبسبب الفاحشة كرمكم الله.